احنا اليوم اكو دولة غنية عندها امكانيات تقدر تروح تشتري تجهيزات وتشتري معدات وتشتري طائرات وتشتري كل التجهيزات، ولكن قلوب رجالها ضعيفة ما تقدر تستفاد من هذه. ولكن احنا عندنا شيء ما ينشر بفلوس، هذا الشيء هو المهم. عندنا يعني شجاعة الرجال وقوة القلوب، هاي موجودة عندنا. هاي رسالة للعالم أنا أعتبرها. إيه نعم، أنا أحكي لك، أنا أحكي لك، أنا قاتلت من نعم. سنة 2004 ولحد هذا اليوم في أصعب المناطق وأخطرها. رجالنا ما في يوم من الأيام خذلونا، رجالنا يتقدمون قدامنا ويركضون قدامنا، وكانوا يعرفون أنه راح يستشهدون ويستشهدون، وياما وياما شلناهم بيدينا ودماءهم العزيزة صارت على ملابسنا، وما ترددوا وما انسحبوا وما رجعوا أبداً. فذول النوع من هذا النوع من الرجال من الممكن انه تصنع به المستحيل لو تعاملت وياه بشكل صحيح، وفرت له المستلزمات، دربته بشكل صحيح، وفرت له الامكانيات، يعني ما راح يكون اكو افضل من هذا الجيش بالعالم ابدا.